بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء على الهواء مباشرة. احنا عادة لما بنيجي نكتب عقد شقة أو عقد عربية أو عقد عمل حتى، بنقعد نسأل الكبير والصغير واللي فاهم واللي مجرب، ونشوف مين بقى أحسن محامي علشان يبعت لنا صيغة العقد، علشان يعني نبقى مطمنين يغير فيها يزود فيها، علشان نبقى مطمنين الموضوع ده ايه مظبوط والعقد مظبوط. وده مجرد حاجة بنشتريها ممكن عادي نتزهق منها ونبيعها بعد فترة يعني. طيب ايه الحال بقى في عقد مقدس، عقد من أقدس العقود اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها، عقد بيغني أصحابه بالحلال عن الحرام، عقد بيحمي حقوق ويصون شرف وأعراض وسمعة اللي بيمضوا عليه، عقد بيضمن حقوق مادية للطرفين، وهو عقد الزواج. الحقيقة أنه الإسلام اعتنى عناية خاصة وراقية بعقد الزواج ده، عناية تليق بيه، عشان كده يعني في مواصفات خاصة وضعت لعقد الزواج، لو اختلت أو يعني المواصفات دي مش موجودة فيه ممكن العقد يبطل. طيب إيه هي بقى صيغة العقد وشكلها إيه؟ وهل العقد ده أركان؟ وهل لو ركن منهم وقع هل عقد الزواج ده يبقى باطل ولا لا؟ هل في شروط للزوجين والولي أثناء كتابة عقد الزواج؟ هل الكلام ده لسه جديد ولا قديم من زمان، من أول ما يعني الجواز بدأ، ولا دي حاجات مستحدثة؟ الحقيقة إن هي أسئلة كتير هيجاوبنا عليها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من أئمة وزارة الأوقاف. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى بفضله وبفيض علمه عدد ما في الشجر من ورق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وخلق الإنسان من ماء دافق، أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق، والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القرشي العربي الذي ما ضل وما مل وما كل وما غل، فهو عادل فاضل لأن الله هاديه وجبريل يكلمه ويناديه، ورضي الله تعالى عن الآل والصحب الكرام وعن ذريته التي اصطفاها الرحمن بإمعان، واشملنا معهم بالرضا والرضوان، وجعلنا ممن أحبهم ملء الوجدان، واحشرنا في زمرة جدهم العدناني. وبعد اسمح لي في عجالة قبل أن أبدأ الكلام عن عقد الزواج، في الأحد الماضي اتصلت أم فاضلة تشكو من فقد ولدها. مظبوط. ويعني قالت في السؤال بأن ولدي حسد عند الموت، وسألت وتساءلت هل يمكن للحسد أن يؤدي للموت؟ وكثير من سادتنا هي بتقول حسد بعد وهو يعني وهو فبتقول يعني حسد أثناء الغسل وقبل ذلك كان منظورا كثيرا. وعاب علي كثير من سادتنا المشاهدين إن أنا أغفلت نقطة الحسد، ولكن ما أغفلتها عن عمد وإنما أغفلتها عن نسيان. والحقيقة اللي أنا بقولها بالراحة لكل الناس أن الحسد موجود، وأن العين حق، وأنه يجب علينا أن نتحصن دوما لأنفسنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأولادنا. وعلشان يبقى الأمور واضحة، خد بالك أن الحسد ممكن ما يكونش من دعاء ومن محمد، ده ممكن يكون منك أنت لنفسك. وأحيلك لصورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وكأنه عايز يقول له أنت اللي حسدت نفسك. الأمر الثاني، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الطيالسي أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم العين حق، وزاد الإمام مسلم ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين. شوفوا العين قد إيه يجب علينا الاحتراس. طيب أنا عايز أقول لأمي التي فقدت وحيدها، وبقول لكل أم، نحن في الدنيا من أجل الابتلاء ومن أجل الصبر والامتحان. لقد خلقنا الإنسان في كبد،
ذو القرنين كان وحيد أمه، وبعدين أمه كانت بتحبه قوي لأنه كان برا بها. وأهدي هذه القصة لكل أم فقدت ولدها وفقدت سندها وفقدت أمانها وفقدت أمنها المتمثل إما في ولدها وإما في زوجها وإما في أخيها. فهو خايف على أمه بعد ما يموت. وفي بعض الناس من الصالحين يعلمون أنهم يسبقون آباءهم أو أمهاتهم أو زوجاتهم ويخبرونهم بهذا، لكننا لا نستوعب هذا إلا بعد الفراق، سبحان الله العظيم. ولعل هذا من رحمة الله بنا ومن لطف الله بنا. فذو القرنين عارف أنه هيسبق أمه بما له من صلاح، وأمه بتحبه قوي وبر بيه قوي وهو بر بيها قوي، فحب يعلمها درس أن هي لما تصاب بالصدمة تصبر. فيعمل إيه؟ فقال لها اسمع يا أمي أنا عايز منك حاجة. قالت له إيه؟ قال لها لما أنا موت؟ قال لها بيعت شر يا ابني ربنا طول عمرك. قال لها بس اسمعي أنا عايزك تعملي طعام كثير جدا، طعام يكفي الناس كلها، وبعدين تجمع الناس للطعام بشرط أن من يأكل من هذا الطعام يكون من جملة من لم يصابوا ببلية، ومن لم يصاب بهم، ومن لم يصاب بكآبة، ومن لم يصاب بحزن ولا بفقد ولا بمرض ولا بشيء يحزنه أبدا. قالت له أوي أوي يا ابني رحمة ونور. الأم مش مستوعبة الدرس. الغرض مات ذو القرنين، وبعدين وهو في مكانه لم يغسل وصت نفذت الوصية وصنعت طعاما كثيرا. وبدأ الناس يتوافدون ليأكلون. قالت حسبكم إن ذو القرنين اشترط شرط ألا يأكل من هذا الطعام من لا يصاب ببلية، ومن لم يصاب بحزن، ومن لم يصاب بهم، ومن لم يصاب بفقد ولا بمرض. فانفض الناس كلهم، محدش كل خالص. ففهمت أن ولدها أراد أن يعزيها، فدخلت وهو مزجى على خشبة الغسل ينتظر من يغسله. فقالت له بيتين جمال قوي. قالت له يا أيها الذي بلغت السماء حكمته وحاز أقطار الأرض ملكه، ما لي أراك اليوم ساكنا لا تتكلم وساكتا لا تتحرك، لقد وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. فإلى كل أم وإلى كل زوجة وإلى كل أخت وإلى كل بنت أقول لك إن مصابك في رسول الله أعظم، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصبر وأن نحتسب وأن نقف. أقول لكل إنسان يحسد الناس، والله ما حسدك هذا إلا إساءة أدب مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. طب في ناس مش بتاخد بالها أنها بتحسد. لا، ما هو اللي ما ياخدش باله ده القرآن والإسلام والسنة يعني حطلك حاجة يعني يبقى معجب بالحاجة. طب اسمعيني بس. اسمعيني حضرتك، لما تشوفي حاجة معجبة، لما تسمعي حاجة جميلة مبهرة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر. اللهم احفظه من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين، وكما حفظت الروح بالجسد إنك على كل شيء قدير، بسم الله والله أكبر. لأن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يمنع الحسد ويمنع الشيطان أن ينفث في الكلمة. لكن الإنسان الحاسد لا يقتنع إلا بزوال النعمة عن المحسود. ولذلك أقول لكل إنسان يحسد أو حاسد، أنت تسيء الأدب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وأول جريمة في التاريخ على ظهر تلك البسيطة الحسد. أول جريمة في التاريخ، آدم عليه السلام أعطي من فضل الله عز وجل، فهذا إبليس حسد آدم في نعمة الله فتكبر وأبى أن يسجد لآدم حسدا وكبرا وغرورا، فانتهى به الأمر من مجالسة الملائكة إلى كونه يلعن في البر والحضر على كونه مما معهم من العلم. رحم الله من قال قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى بما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. احنا عملنا حلقتين في واحد النهاردة، حلقة عن الحسد، وهندخل بقى على الموضوع. يلا على عقد الزواج. دلوقتي عقد الزواج ده حاجة مستحدثة جديدة؟ لا. قولي بقى ليه لا. احنا عارفين المأذون وعقد الجواز والحاجات دي حاجات لسه جديدة علشان تنظيما لقوانين الدولة. قولي بقى. قلت مقدمة ولا أروع ولا أعظم أن العقود التي تذهب وتأتي بأموال ربما تضيع وربما تسلب من فعل الله سبحانه وتعالى وربما تسلب من فعل البشر ومن أفعالهم لها آثار، فكيف الحال بعقد الزواج؟ جميل.
الله سبحانه وتعالى في القرآن قال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعلشان أقول للناس كلها قبل ما أخش في الورقة والقلم اللي بيتكلم عليهم ست دعاء، العقود هنا المقصود بها إيه؟ الكلمة. مش معنى ما مضيناش، ما مضيناش، ما سجلناش، ما وثقناش، ما عملناش صحة توقيع. أقول لك لا، خد بالك، الإسلام تدخله بكلمة وتخرج منه بكلمة، والجنة تدخلها بكلمة وتخرج منها بكلمة، تحل زوجتك بكلمة وتحرم عليك بكلمة. الإسلام حين تنتقل من إسلام إلى كفر بكلمة، وحين تنتقل من كفر إلى إسلام بكلمة. الصدق كلمة، والكذب كلمة، والعقود كلمة. ولخطورة الكلمة قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا من سخط الرحمن يهوى بها في النار 70 خريفا. تخيلي كده. عشان كده ربنا في القرآن قال إيه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما العقد الزواج اللي عندنا ده تدوينه وتنظيمه أمر مستحدث، لكن العقد، مجرد العقد بأركانه، موجود عند العرب من قبل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب العقد في الإسلام ليه كم ركن؟ عقد الزواج في الإسلام ليه كم ركن؟ ليه 5 أركان. للزوج والزوجة والولي والصيغة والشاهدان. وخد بالك أنا بقول 5 أركان، زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة، خلاص 5 أركانهم. طب احنا ليه قلنا الركن؟ خلي بالك، لان الركن معناه العمود، ده في اللغة، هو يعني يبطل من غيره. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم داخل العمل. يعني انت لو بتصلي وبنقول لك الركوع ركن، لو سبت الركوع يبقى اختلت الصلاة بأكملها. اما ان الركعة بطلت، فان فاتت الركعة تبطل الصلاة بالكلية. عشان كده ال5 أركان دول لهم شروط. يعني الصيغة ركن، الشهود ركن، الزوج ركن، الزوجة الولي، وكل حاجة لها شروط بقى. كل حاجة ليها ايه؟ بس في واحدة ممكن تجوز نفسها من غير ولي؟ لا لا لا، ما فيش الكلام ده عندنا. اصبري علي، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. علشان بس الامر من باب التعليم يبقى دقيق جدا. خلينا نروح الاول للزوج والزوجة. الزوج والزوجة لابد فيهم من شروط. لازم يكونوا عاقلين، طبعا بالغين. خلي بالك، ليس الزوجة من المحرمات، ما تبقاش امه، ما تبقاش اخته، ما تبقاش خالته، ما تبقاش معتدة زي ما احنا قلنا. صاحبة العدة هيعقد عليها ازاي؟ وبعدين، وألا يكون الزوجين او احدهما محرم بحج او بعمرة. لان المحرم بحج او بعمرة لا يجوز له الايه؟ الزواج ولا التزويج. يبقى هنا الشروط، انما يجوز يتجوزوا وبعدين يطلعوا يحجوا، اي يطلعوا يحجوا ويطلعوا عمرة براحتهم بقى. طيب. ولذلك في العقد الجديد اللي بيتكتب يقول لك ايه؟ وبعد ان اقر الطرفان بخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية. نروح نطلع فاصل. ماشي. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. مشاهدينا مرة تانية، وأركان عقد الزواج اتكلمنا عن الزوج والزوجة، ركنين أساسيين مهمين. الركن الثالث وهو الولي، وسألت فضلت الشيخ: ما في بنات بتجوز نفسها من غير ولي؟ فكان الرد إيه؟ قلت لي اصبري علي، أديني صبرت. وتفضل حضرتك جاوب. صلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إيه الولي؟ يعني الناصر والمعين والقائم بالشيء. طب الإسلام الكريم لما شرع وجود الولي ضرورة وجعله ركنا من أركان الإسلام في الزواج، ركن من عقد، من أركان عقد الزواج، ليه؟ هو من الذي يتولى السؤال
عن الزوج إن كان صالحا أو إن كان غير صالح. المفروض الأب أو الولي مش كده ولا إيه؟ طيب من الذي يتولى الأمر الجمالي أمام الناس في الجلوس مع الزوج وفي إحكام الشروط وفي وضع الأمور في نصابها الصحيح وفي تولي مهام العقد؟ أيهما أليق، أن تجلس الزوجة أمام الزوج وبعد كده يجي الزوج يا ست دعاء زي النهاردة يقول لها أنا ما شفتلكيش راجل؟ أيهما أليق؟ يقال كده طبعا على طول، ولا ما لقيتلكيش حد أنا خدتك من الشارع أو خدتك مني ليكي؟ أيهما أليق؟ يبقى الإسلام لا يأمر بشيء إلا كان الجمال فيه كله، ولا ينهى عن شيء إلا لمظنة القبح. صليتي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. واجي لسؤالك، الولي مشترط ولا مش مشترط؟ الفقهاء وقفوا أمام هذه القضية وانقسموا إلى فريقين، الجمهور في كفة وأبو حنيفة وأبو يوسف في كفة أخرى. طيب خلي بالكم واحنا بنتكلم في انقسامهم ده ما بيلغيش اختيار الزوجة. يبقى من لها الحق الأصيل في الاختيار؟ هي الزوجة. الزوجة إنما الأب أو الولي هذا يمارس دورا منوطا خاصا به، أن يراه كفءا لها، أن يراه مثيلا، ألا يراه خسيسا. وخدوا بالكم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما امرأة قتل زوجها يوم أحد، وبعدين جه عم ابنها خطبها وجه واحد تاني خطبها، فهي حبت ان هي تتجوز عم ابنها عشان هياخد الولد فيبقى ابنها معاها، لكن ابوها راح جوزها للرجل التاني، فراحت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فعل ابيها، فسيدنا النبي بطل النكاح، فسخ النكاح، قال لابوها انت الذي لا نكاح لك، انت مالكش كلمة هنا، اذهبي فانكحي عم ولدك. خدي بالك، يبقى هنا اختيارها اصيل. واحدة تانية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ابويا جوزني ابن اخته عشان يرفع خسيسته، انا اعلى منه شهادة، انا اعلى منه قدر، انا اعلى منه جمالا، انا اعلى منه، قول زي ما انت عايز. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لها الخيار، إن شاءت أنفذت العقد وإن شاءت فسخته. فالمرأة أو البنت كانت في غاية الاحترام وفي غاية الإكبار والتقدير، حبت تعلم الناس كلها درس غالي أوي. قالت له إيه يا رسول الله؟ أجزت ما صنع أبي. أما الجاية ليه؟ أما العامة المشكلة دي ليه؟ لكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. يبقى كل واحد ليه حد. طيب الجمهور لما راح عند القضية دي قالوا احنا لا يتصور عندنا زواج بدون ولي. ايه دليلكم يا جمهور؟ أيوة. قالوا من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قالوا ربنا قال كده، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا الخطاب هنا لمين؟ لمين؟ للولي. هنا لا تعضلوهن، ما تضايقهمش، عشان ما تضايقهمش وما تغصبهمش، علشان ينزلوا على امر من الامور الذي تريدونها. يبقى الخطاب هنا لمين؟ للولي. خلي بالك، قالوا في دليل تاني، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. وأنكحوا هنا الضمير لمين؟ ما هو للولي. قالوا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثابت، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث تاني، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. مرتين سيدنا الحبيب قال كده صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح؟ والله يا فندم. رواه الأربعة عدا النسائي. طب والست اللي تبقى متجوزة ومطلقة، ساعات بنشوف بقى كتير بيجوزوا نفسهم. طيب حاضر، والدها توفى، والدها كده، هجاوبك. حاضر. وقالوا حديث تاني سيدنا النبي قالوا ولا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. يعني للمرأة تعقد العقد لمين؟ للمرأة
ولا تعقد العقد لنفسها. دي أقوال الجمهور. مش في مأذونة؟ لا دي موثقة. المأذونة دي وظيفتها موثقة. إنما خلي بالك إن هنا الكلام كله عن الولي. الكلام كله عن مين؟ عن الولي. خلي بالك. فقال ومن هنا من هذه الأدلة لا يصح الزواج أو عقد الزواج بدون مين؟ بدون ولي. طب لو الزوج متوفي، الأب متوفي والست هي الكل في كل. حاضر. ماما حاضر. الست دعاء في الفاصل كانت بتتخانق معايا، قالت لي جوزها مات، قلت لها اخوها. قالت لي اخوها مات، قلت لها عمها. عمها مات يبقى ابنها. ابنها مات ابن خالها. ابن خالها مات، العيله كلها ماتت، تروح تجيب القاضي. القاضي مات تجيب امام المسجد. امام المسجد مات، واحد من المسلمين ترى فيه صلاح. ليكي حجه؟ لا. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى اشترط الولي. ومن هنا الجمهور وقف على ان الولي عقد او ركن في عقد الزواج. صليت على الحبيب. ابو يوسف وابو حنيفه قالوا لا، ما هوش ركن. استدلته بايه؟ قالوا عندنا ايه وحديث هاتوهم. قالوا خد الايه، فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الكلام ليها اهو. والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها. يعني المرأة، الأيم هنا الإيه؟ الثيب. الثيب جدع. الأيم أحق بنفسها، اللي هي سبق لها الزواج، سبق لها الزواج، تجوز نفسها. والحجة لعندها بعض من حياء الأبكار، خلاص بقت خبيرة في الأمور وفي مسائل الزواج. طيب مصر ماشية على أبو حنيفة. المشكلة لحظة عليا وهقول لك اللي انت عايزاه. والله ماشيين على أبو حنيفة، بس مش هتجيبيني في الطرف معاك. لا انا مش مع كده، انا بقول لك اللي بيحصل كده. انا اللي مالي يا عم. ايوه كده، ايوه كده. الحمد لله ابويا الله يرحمه جوزني. رحمة الله عليك. فالخناقة دي نخرج منها بايه؟ بقوة أدلة الجمهور. وأن رأي الأحناف بالنسبة لرأي حضرتك الجمهور تميل لرأي الجمهور؟ لا ده الجمهور من الفقهاء قالوا كده، قالوا أدلة الجمهور أقوى من أدلة أبو حنيف. علما أن القضاء المصري خد برأي أبو حنيفة. خدي بالك بقى، القضاء المصري خد. بس خلي بالك، نقف بقى وقفة نظام، نقطة نظام هنا محتاجينها. الفرق بين كلامي وكلام حضرتك. طب انت يا عم الشيخ هتجيز البنت اللي هتجوز نفسها لما تكون واحده ست؟ اجيزها، بس لما تروح عند المأذون وتوثق. لما تروح عند المأذون وايه؟ وتوثق وتكتب. يبقى انا، انت عملت ايه؟ انا لفت لك للولي من الباب التاني، بس انت ما خدتش بالك. الولي هو القانون. خليت ولي الامر وليها، خليت القاضي وليها. فين القاضي في المشوار؟ اقول لك المأذون التوثيق يعني. قصدك هنا حصل ايه؟ حصل الامر الذي يقوم به الولي من حفظ الحقوق. بالمناسبة القانون المصري لا يبيح للبنت البكر ان تزوج نفسها ابدا. يبيح هذا للتي سبق الثيب، التي سبق لها الزواج. لكن البنت لا يمكن خالص ابدا. ولو ارتضت اي واحد من الشارع وعايزة ولي من الشارع، تروح في الشارع العقاري تعمل له توكيل أن يزوجها. يعني البكر ما ينفعش. لكن أنا بقول الكلام ده ليه؟ خدوا بالكم، الإسلام ما شرع الولي إلا حفظا للناس. صحيح. وإلا حفظا للحقوق، وإلا حفظا للأعراض، وإلا حفظا لأمور كثيرة. النهاردة لما تيجي تتجوز هي من غير ولي، خلاص خدها من غير معرفة أبوها ولا أمها ولا أخوها ولا خلا ولا عيلتها، وبعدين تزوجوا بغير عقد، ما خلاص بقى، ما هو الامور بقى ما بغير عقد، يعني موثق، ورقتين من عند محامي زي ما بنشوف. او جواز الدم زي طلبه الجامعات. لا، او زوجتك نفسي. او زواج الواتساب، او زواج البوي فريند، وكثير من انواع الزواجات. يبقى احنا وصلنا لايه؟ وصلنا الى قنابل موقوته في الشوارع تسمى باطفال الشوارع. وصلنا الى زياده نسبه الطلاق، ونقول هو الاسلام فشل؟ لا، الاسلام ما فشلش. احنا اللي فشلنا في تطبيق تعاليم الاسلام. طيب. لاننا اراد ان نشوهها. طيب حضرتك بتقول لي انه لما لفيت وخليت انه التوثيق ده ده ولي، انه يعني القانون خلاص بقى يضمن لها حقها. تمام. طيب زيجات كثيره جدا لسيب راحت بقى جوزت نفسها بعد ما اتطلقت وكده، هي اللي بترفض توثق
علشان اولا ما يبلغش الزوجه الاولى، ثانيا علشان هي ليها معاش، علشان ولادها ما يتاخدوش منها، علشان وعلشان وعلشان. وبتقول لك انا مضطره محتاجه اعف نفسي بالزواج، لكن مش عايزه يعني اي حاجه في حياتي تتغير، مش عايزه اولادي يتاخدوا مني، مش عايزه معاشي يروح، لانه مش هيصرف على اولادي. انا بحكي لك يعني الموضوع الصوره. فهنا بقى الموضوع ده راي حضرتك فيه. انت مصره تطلعيني من هنا على الحبس، مش عارف ليه. مش انت مصره على كده؟ هنشوف. مصره تخلصي مني صح؟ هتتحبس فعلا؟ صح؟ ليه مصره؟ لا. طيب هجي لك نصور حلقات هناك. خلينا طيب غفر الله لي ولك. خلينا نناشد المشرع المصري في ان يعدل تشوها موجودا في القانون. فعايزين نقول للمشرع إذا كنت هتقطع المعاش عن هذه المرأة فما ذنب الأولاد؟ وما ذنبك أو ما ذنبها أن تلجئها للحرام؟ لا، لازم يبقى في تعديل عندنا في التشريع، لأن الدين يحفظ الحقوق. النهاردة هي تزوجت، حقه ألا يصرف أو ألا ينفق على أبنائها إلا إذا كان يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الجديد. حقه. ممكن يقول لك ماشي كده خلاص، لكن أنا أناشد بقى المشرع المصري أن ينقل المعاش منين؟ من هنا لهنا، من الزوجة لأولادها. يبقى يكون لهم عائل ينفقون منه يتمثل في المعاش. طيب يتخذ منها أولادها؟ لا، احنا لازم نبص لده نظرة ونقول إذا كانت الأم تزوجت من ذي صلاح ومن ذي بر ومن ذي أخلاق يبقى أولادها معها. ما أولادها بيتنقلوا الأمة؟ لا، ما بيتنقلوش الأمة، بياخدهم الأب لو مش متجوز. أو أم الأب، وقصة كبيرة كده. فاحنا مش عايزين يبقى في التفاف لا على قانون ولا على دين. هي بتضطر بقى ما تقولش عشان عايزة ولادها يبقوا معاها. واحنا مش عايزين نلجئ الناس إلى الأبواب الخلفية. وخدي بالك، ما لجأ الناس إلى الأبواب الخلفية إلا وأتوا بالحرام. يعني خدي بالك، هو النهاردة لما تكون كاتبة عقد كده ومش موثقة ومش عاملة ومش عارف إيه، وجت خلفت، مصير الولد ده إيه؟ الشارع. وجه الراجل ده مات، هل لها إرث يا ست دعاء؟ لا. هل لها حق؟ هل لها شيء؟ طب بلاش، في ظل ما نعاليه من انفلات في الأخلاق رهيب. لو في واحد يا جماعة أساء الظن بهذه المرأة وتهجم على بيتها أو على صوته عليها بكلمة مشينة، هل لهذه المرأة أن تلجأ إلى القاضي وتقول له خذ لي حقي؟ ملهاش. ليه؟ هيقول له أنا شفت واحد اتنين تلاتة، ويجيب اتنين شهود وهي وضعت نفسها موضع التهم ثم اتهمت. فلا أجرم. خليني أخذ مدام تحية. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضلي سؤال. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبتين، الله يحفظك. ألف سلامة على حضرتك. الله يسلم خاطري، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ولكن مثله هو زيادة. تسأليني يا شيخ محمد أول سؤال. إن أنا كل يوم كنت متعودة أصلي أول ما أقوم من النوم عشان أصلي الصبح، ساعات بتوضى وبنسى الصلاة، يعني أروح أودي ابني الحضانة مثلا أو أتاخد في أي حاجة تانية، وأفتكر بعد فترة إن أنا ما صليتش الصبح. وده بيحصل معايا كتير. فده من إيه وأعمل إيه عشان ما أنساش؟ تمام. وحاجة كمان، أنا لو مثلا كنت عملت حاجة غلط أو حاجة تغضب ربنا، فحضرتك بتقول إن أنا متوب خلاص، التوبة تجوب بما بعدها. طب أنا ما عدتش بعمل الحاجة دي، بطلت اعملها خالص كده، ربنا يسامحني ولا لازم اتوب واقول يا رب انا تبت عن العمل ده بس انا ما عدتش بعمله، ولا لازم انت قصدك يعني تفضلي تتوبي عنه طول عمرك؟ لا، انا خلاص بطلت اعمله خلاص. ما عملتوش، وانا عملته مره وما عملتوش تاني، فكده خلاص ربنا يسامحني، ولا لازم ان انا اتلفظ بالتوبه واقول يا رب انا تبت؟ لازم النيه يعني. طيب حاضر، ماشي. طيب مدام تحيه، هي بتتوضى وتنسى وتنزل بقى على العيال، ما هو ملهاش حل ان هي تتوضى وتصلي، تخلص وضوء تطلع على الصلاه على طول. طيب اذا نسيت وقت ما ذكرت وتذكرت تصلي، لا كفاره لها الا ذلك كما قال عليه الصلاه والسلام. طب نيجي للسؤال الثاني، لقصه التوبه. التوبه الحبيب صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. فقد يكون منعك عن الذنب عدم وجود الذنب اصلا، او حائل حال بينك وبين الذنب غير مقصود بك، مش انت اللي منعت نفسك خالص. فالدليل على ذلك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى.
وأن تصلي لله ركعتين وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. طب والمؤمن بقى؟ المؤمن لا ينسى ذنبه. المؤمن لا ينسى ذنبه. لا ثواني، يعني انت مثلا مش حضرتك وحد بيشرب خمره وبعدين الراجل بتاع الخمره قفل فمش عارف يجيب، مش عارف، او معهوش فلوس، او معهوش أو فلوس او كذا، او جرمت الدوله وخلاص والموضوع مشي، ربنا ما يغفر هنا عاده، هنا يعني ربنا ما يغفرلوش وانه ما انا مش بتاع الغفران، ما تدخلونيش في نقطه مش بتاعتي. انا بتكلم في ايه؟ في انت تعمل ايه؟ ايه السبب ان انت توصله لله سبحانه وتعالى؟ حضرتك دلوقتي بالعقل كده، انت او انا ما بصليش ودخلت وكسفت وصليت في وسطكم، تقولوا لي انت كده خلاص بقيت مصلين؟ لا يا جماعه، لا لا، فين النيه؟ فين ايه النيه؟ في نيتي ان انا داخل اصلي لله سبحانه وتعالى خاضعا، مش داخل كن عفو ربنا وكرمه. دي قضية تانية يا ست دعاء، لان انت عندك الحديث يا رب ان عبدك فلان جاء على غير موعد، هو جاء عشان خاطر فلان، قالهم القوم لا يشقى جليسهم. بس في ناس بتقول لك ده الصحبة الصالحة، انا ممكن النهاردة اصلي عشان مكسوف، بعد كده بعد كده يعني انا كسفت من دول ومش مكسوف من ربنا، يبقى هنا بقت نية اهو، بقت نية اهو. يبقى انا بقول لها اهو، ما تخليها من البداية نية، ما تخليها في البداية تبت إليك وأبت فتقبل توبتي واعفو عن ذلتي. والمؤمن لا ينسى ذنبه. المؤمن يرى الذنب البسيط جبلا شاهق يوشك أن يقع عليه. والمنافق يرى الذنب الكبير ذرة لا قيمة لها. فالمؤمن يستعظم الذنب ويستحقر الطاعة. ده المؤمن. كل ما يعمل طاعة تقول له انت ما شاء الله حجيت السنة دي وخليت 20,000 واحد اعتمروا مثلا، يقول لك يا عم ده ودليل يا عزم ربنا يستر بس يقبل، ما جايز ما يتقبل. ده المؤمن طبعا. المؤمن كلما أقدم على طاعة كلما ازداد خوفه من الله. كلما أقدم على طاعة كلما ازداد خوفه من الله. كلما أقدم على ذنب كلما ازداد حياء وخوف من الله. كلما تذكر الذنب كلما استغفر، وكلما ندم، وكلما دمعت عيناه، عشان يصل للمرحلة أنهي اللي هي التوبة الحقيقية، التوبة الصادقة، يدخل مع مين؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بأي شيء؟ بصدق نية وبعزيمة وبتوبة صادقة. أسأل الله أن يجعلني يا رب العالمين من الصادقين. إحنا كده خدنا الزوج الزوجة الولي. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الصيغة بقية إن شاء الله، وهنتكلم عن الشهود الشهود والإشهار. اتنين من الشارع كده ينفع نجيبهم ولا لأ؟ هنشوف بقى الحلقة الجاية، وهسمع الحلقة الجاية. هسمع. طيب إحنا عشان إحنا بنحفظ قرآن وبنسمعه إن شاء الله يعني الحلقة الجاية بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان أنت والمشاهدين آمين الكرام. يا رب العالمين. فاصل ونعود.